الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. بداية نعزي الأمة الإسلامية في شهدائها الذين سقطوا في هذه الحادثة والفاجعة الكبيرة التي حدثت بالأمس الجمعة من قصف بربري همجي وحشي من قوات الروسية والقوات النظام النصيري من التابع لبشار الأسد على مستشفى في مدينة حلب، حلب الشهباء، حلب الإسلام، دار الإسلام وموئ للإسلام، عندما كانت منارة من منارات الإسلام، والآن تقصف بكل دم بارد، ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين، وأمام صمت رهيب من حكام المسلمين والعالم أجمع. فنعزي الأمة الإسلامية في فقدانها لهؤلاء الشهداء الأبرياء الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤهل ويسخر لهم من ينصرهم ومن يرفع عنهم هذا الظلم وهذا الحصار الظالم والبغي من قوات النصيري بشار الأسد، وكذلك من قوات الصفويين وغير ذلك من الأعداء الذين تكالبوا عليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بحالهم وأن يرفع عنهم هذا الظلم وهذا البغي والعدوان. إخواننا الكرام، أخواتنا المشاهدات، رواندا بلد صغير في أفريقيا عانى في بداية التسعينيات القرن الماضي من صراع عرقي حصد في خلال 3 أشهر فقط أكثر من 800,000 من البشر، وشهدت المنطقة أحداث مروعة من ذبح واغتصاب لمئات الآلاف أمام مرأى ومسمع من القوات الفرنسية التي كانت تدعم القتلة والمجرمين من قبيلة الهوتو. وكما قال أحد قادة التوتسي إن فرنسا كانت تسعى للمحافظة على نفوذها بإفريقيا، وكان مسؤولوها يرون أن دولة فرنكفونية هوجمت على يد أنجلو ساكسونية. صراع عرقي بين قبيلتين تستغله أطراف دولية لبسط نفوذها، فكانت نتيجته قتل مئات الآلاف من المدنيين العزل. فما كانت هذه المجازر أن تحدث وبهذه الضخامة من غير الدعم الخارجي؟ وما هذه الفوضى التي تحدث هنا أو هناك إلا مظهر من مظاهر الصراع الدولي لتقاسم النفوذ والمصالح على حساب الشعوب المستضعفة؟ في هذه الحلقة نريد أن نقف على مجريات هذه الأحداث من شهود عيان ومعاصرين لها، كيف بدأت وما هي أسبابها، ثم كيف خرجت رواندا من بلد محطم ومنقسم تغذيه الأحقاد وروح الانتقام إلى بلد يسعى لمنافسة دول المنطقة. نرحب في هذه الحلقة بضيفي الكريمين الأستاذ محمد عقيل مدير عام المركز الإسلامي برواندا سابقا، وكذلك العضو مؤسس بمنتدى اللغة العربية بزليطن، وأيضا الأستاذ عبد الرحمن والي أيضا مدير مدرسة المركز الإسلامي سابقا. نرحب بك يا الضيفين. مرحبا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك. نرحب بك أيضا أستاذ عبد الرحمن. لو أبدأ بك أستاذ محمد، الحقيقة نريد نعطي للمشاهدين نبذة مختصرة عن التركيبة السكانية لبلد مثل رواندا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية القول قبل أن نتحدث عن التركيبة السكانية لابد أن نعرف برواندا نفسها. فرواندا بلد صغير جدا قد لا يرى بسهولة في الخريطة، رغم الدور الذي يقوم به في تلك المنطقة، فهو من ضمن دول البحيرات العظمى، بمعنى في وسط أفريقيا، تحده الدول يعني زائير أي الكونغو، تنزانيا، أوغندا، بوروندي، وهو من البلدان الصغيرة في المساحة، حيث أن مساحته لا تزيد عن 26,000 كيلومتر، بينما يسكنه أكثر من 10 ملايين نسمة. سكانه ينتمون إلى 3 مجموعات، الهوتو والتوتسي والتوا. هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل، ولا أتصور بأن هذه الحلقة يكفي هذا الموضوع، ولكن
ما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقال. فقلنا بأن هذه المجموعات الهوتو ويمثلون الأغلبية، والتوتسي ثم يأتون بعدهم في الترتيب، والتوا وهم أقل عددا من غيرهم يعيشون في الغابات على مهنة الصيد. هذه المجموعة أو هذه المجموعات الثلاث أساسا لم تكن قبائل في الأساس، لم تكن قبائل، ولكن المستعمر صنفها على أساس أنها قبائل، وأوغر صدور بعضهم على بعض منذ أن كانت رواندا تحت الانتداب البلجيكي. قبل ذلك كانت رواندا ما بين 1883 و1919 مستعمرة ألمانية، بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى آلت كافة الدول المستعمرة إلى وصاية أو انتداب الأمم المتحدة، فكانت رواندا من ضمن هذه الدور، وبالتالي كلفت عصبة الأمم بلجيكا بالانتداب منذ عام 1923. طيب طيب لو أنتقل إلى الأستاذ عبد الرحمن الآن، هذه إذن هي التركيبة السكانية، هناك افتعال لنوع من التقسيم والتحريض مبكر في عهد ظهور الاستعمار البلجيكي وبداية، يعني كان ما دور هذا الاستعمار وكذلك الكنيسة التي كانت تصاحب هذا الاستعمار؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للأحداث التاريخ الرواندي، بداية كانوا عندما كانوا يتعايشون تحت مملكة اللي يقولها موامي، الملك كان يلقب بموامي، مملكة موامي التوتسية، كانت لا توجد أي نزاعات عرقية بين الهوتو والتوتسي والتوات اللي يعني التشكيلات العرقية الثلاث. لكن عندما أتى الاستعمار البلجيكي بالذات بدأ بالتدريج بالتحريض على التحريض العرقي، تحريض الأكثرية على الأقلية التوتسية التي كانت تحكم رواندا. وبداية الحقيقية لهذا التحريض يعني كما يعني كتب التاريخ كلها تشهد بذلك، صدور صحيفة كانت تسمى كانيا ماتيكا، هذه الصحيفة تطبع في الكنيسة في عام 33 وتشرف عليها الكنيسة، والكنيسة الكاثوليكية بلجيكية تشرف. هذه الصحيفة كانت تحرض على الأقلية التوتسية وتصف فيهم بأوصاف كثيرة، ويعني وتريد يعني أن الأغلبية هي التي تحكم، ومن هنا بدأ يعني المشاكل العرقية. حتى إذا كانت يعني بدايات قرب الاستقلال، عندها يعني كل الدول يعني في نهاية الخمسينات، كل الدول في أفريقيا بالذات بدأت تطمح للاستقلال، الشعوب والدول الأخرى أصلا تريد تعطي الاستقلال، حرض البلجيك الهوتو في التجمع تحت حزب متشدد اسمه الباراموستو هوتو. البرامستو هوتو حتى كان من ضمن مؤسسيه واحد اسمه كاي باندا. كاي باندا هذا صحفي في الجريدة ومؤسس هذه الجريدة، اسمه هذا كاي باندا أيوة. هو الذي أصبح رئيس بعد ذلك، رئيس بعدين أصبح هو الرجل هذا الصحفي أصبح رئيس جمهورية. نريد الآن نتخطى نتجاوز بعض المراحل السياسية لكن حتى نصل إلى المضمون. هذا حتى صعب بس ذكر الاسم هو الحقيقة، في أصبح رئيس هذا الصحفي، صار رئيس هاي باندا ولا كاي باندا صار وصل لهذه الرئاسة من الهوتو، وكان مترب يعني نشأ في هذه الصحيفة الكاثوليكية التي كانت تحرض، ورباه القساوسة، هو من القساوسة، لا رباه القساوسة، رباه القساوسة. وصل كيف وصل بالانتخابات، ماذا فعل عندما وصل رئيس؟ حقيقة استمر على نهجه، فقد تغيرت صفته من صحفي إلى رئيس، استمر على نهجه، ومن خلال خطاباته
دون تردد أو وجل ينعت شريحة من السكان وهم التوتسي ينعتهم بأقدع الأوصاف كأنهم تعابين إلى غير ذلك من هذه الأوصاف التي لا تليق برئيس أن ينعت جزءا من شعبه إلا إذا كان رئيسا لا يستحق ذلك. يعني لكن هو أعلن أنه يريد سلام دائم. ليس هو الذي ذلك موضوع آخر. ذلك الرئيس جوفيال هاني بهابري مانا عندما جاء بعد انقلاب 73. أما هذا الرئيس فقد كما قال أستاذنا الأستاذ عبد الرحمن كان صحفيا وتربى على هذا الأساس وصحيح في صحيفة متطرفة تربت على الكنيسة فاستمر في نهجه حتى عندما أصبح رئيسا. انقلب عليه بعد ذلك عام 73 جوفيال هابياري مانا وهو طبيب وضابط في الجيش وله تربية كنسية أيضا في الكنيسة الكاثوليكية قام بانقلاب يوم 5/7/1973 وهو الذي أعلن في بيانه أنه يريد أن يعني أن يسود السلام أو يريد أن يسود سلاما طويلا في رواندا. طبعا عادة في الانقلابات البيانات الأولى تأتي برومانسيات كما يقول ولكن في واقع الحال عندما بدأ في تطبيق نظام حكمه كان أكثر تشددا وأكثر تطرفا من سلفه. نعم. طيب هذه الآن بالنسبة لصار الانقلاب في 73 وجاء هذا الحكم العسكري وأعلن أنه يريد سلام طويل في هذه لأن هناك حدث عدة مجازر في حتى في السابق يعني نتيجة هذا التحريض. لكن فنريد أن نصل إلى يعني هل هذا الرئيس حقق بعض الخطوات لترسخ لحكم دائم للهوتو وأنشأ أحزاب مثلا كانت في هناك استمرت سمح بالانتخابات لأنه أعلن وجود حزب ديمقراطي حسب ما يقول يعني. هو المتابعين لأحداث في رواندا يعتبروا فترة هابيري مانا فترة تحول دولة الهوتو من دولة عسكرية إلى دولة مؤسسات. فهو هم جاءوا هابيري مانا جاء بانقلاب كمرحلة مخطط لها ممكن كمرحلة يعني مرحلة كايباندا انتهت الحكم العسكري المباشر يعني الحكم المتشدد المباشر حزب هو حزب وحيد متشدد إلى تحول إلى تعددية حزبية شكلية وإلى ولا يعني مؤسسات مجلس تشريعي ومؤسسات ولكن في نفس الوقت كانت أين ذهب إذن الحزب المتشدد وين أين دوره في مرحلة هابيري مانا؟ موجود من نفسه حسب برمستو هوتو اللي هي تعني الدفاع من أجل الهوتو. أي نعم هذا حزب متطرف. نعرف. نعم. طيب في هذه الحالة الآن صار بعد الانقلاب العسكري ومجيء هذا الرئيس وجود هذا الحزب المتطرف هل كان له دور في أعمال حقيقية مثلا في اغتيالات في قتال مثلا في بعض الخطوات اللي هي حاسمة في طرد التوتسي مثلا؟ حقيقة في هذه الحلقة جئنا برؤوس مواضيع حقيقة. نعم. وليس تفصيلا. هذا الحزب نريد نصل تفصيل في الأحداث المبكرة إن شاء الله ذلك إن شاء الله نسعى قدر الإمكان. نعم. هذا الحزب طالما أنه متطرف وطالما أنه أصبح في السلطة لا شك أن إفرازاته ستكون كذلك وبالتالي ففي عهدها أي عهد هابيري مانا تجسدت روح التطرف بصورة غير مرئية للبعض. نشأت عدد كبير من التنظيمات كالانترهامي وهي كتائب مسلحة كتائب القتل إلى غير ذلك فضلا عن حالات الاغتيالات لبعض الرموز مثلا الهوتو المعتدلين إضافة إلى الشخصيات التوتسي سواء كانت شخصيات ثقافية أو مالية أو سياسية إلى غير ذلك يعني. فقصدي أقصد تم التهيئة خلال فترة هابيري مانا تم التهيئة بالتمام والكمال طبعا بدعم مباشر من الكنيسة الكاثوليكية وهذا أمر مثبت ليس تخمينا أو افتراضيا وبدعم من المستعمر في البداية البلجيكي ثم الذي بعده أقصد إلى أن وقعت يتبادر السؤال حقيقة. نعم. أن الكنيسة في العادة تظهر خطاب سلام وخطاب محبة وغير ذلك كيف ينقلب هذا الخطاب إلى
وهي خاصة ليس حتى في هذه الحالة الغريبة ليس ضد مسلمين إنما ضد نصارى أيضا، وهي تظهر أيضا خطاب السلام، هي تظهر خطاب السلام. وما يظهر ليس بالضرورة يكون مناسبا لما يضمر، فهي تظهر خطاب السلام. هي لم يخرج أحد قساوستها في ساحة عامة أو خطاب عام ويقول افعلوا ذلك وكذا أبدا، ولكن أدبياتها من خلال صحيفتها التي استمرت منذ عام 33 كيماتيكا كانت محرضة، فضلا عن التمويل لبعض وسائل الإعلام المحلية كبعض الجرائد التي ظهرت ما بين 90 و93 وإذاعة الألف تلة، هذه سنصل إليها فيما بعد التي ظهرت، فهذه جميعها بهذه الصورة. أقصد ثقافة الاعتداء على الآخر والانتقاص من الآخر وتجريم الآخر زرعتها الكنيسة منذ عام 33، وقبل ذلك كان الاستعمار البلجيكي أو الوصاية البلجيكية منذ عام 23. طيب فالذي أقصده أن ما حدث في 94 ما هي إلا نتيجة لهذه المرحلة من هذا، وأزداد زادت الوثيرة والتصعيد بعد سنة 1990 طبعا زادت بعد 90، لأنها زادت الضغوط الدولية على رواندا في هذا الأمر. رئيس هابيريمانا عندما حضر أحد المؤتمرات الفرنكوفونية يعني في خطابه قال بأن رواندا تتجه إلى السلام رغم أنها نظام الحزب الواحد فيما يتعلق بالحكم، ولكن اعترض عليه بعض الحاضرين ومنهم في ذلك الوقت الرئيس جورج بومبيدو اعترض، قال لابد طبعا وهذا ظاهرا قال لابد من أن تتم إصلاحات سياسية عملية على أرض الواقع، ولكن طبعا هذا لم يتم أبدا. فأقصد أن التوترات زادت ما بعد 90، ودليل ذلك أنه ما بعد 90 نشأت كما قلت مجموعة من التنظيمات التي تدعو إلى التخلص من التوتسي، فضلا عن انطلاق إذاعة كما قلنا اسمها إذاعة الألف تلة، وبالمناسبة هي رواندا تسمى ميلكولين يعني بلد الألف هضبة وليس التلة. فضلا عن ذلك أنه صدرت أكثر من 30 صحيفة يدعمها رجال الأعمال والناشطين السياسيين، الدائرة المحيطة بالرئاسة برئاسة هابيريمانيا كسيجت واو إلى آخره. نعم الصحف هذه ماذا تدعو؟ الصحف في مجملها تدعو إلى التحريض، يعني تزيد عملية التحريض وكانت توزع مجانا بحكم أن عدد كبير من الرواندين ليسوا من القارئين، ولكنها توزع حتى في الأرياف مجانا، وإضافة إلى أن الإذاعة قد سدت الفراغ بالنسبة للذين لا يستطيعون أن يقرؤون، خاصة هذه الإذاعة التي اجتذبت عدد كبير من الإعلاميين واتخذت نموذجا يختلف عن الإذاعة الرسمية من خلال بعض الأغاني التي تحث على هذا الأمر. طيب الآن الآن وصلنا إلى أن هناك تأزيز إعلامي تصعيد إعلامي بث للكراهية والحقد والتفرقة العنصرية من خلال هذه الصحف الثلاثين وإذاعة الألف تلة. هل هناك كانت محاولات مثلا لسلام، اتفاق سلام مثلا، نوع من التوافق بينهم؟ يعني قبل أن أجيبك على هذا السؤال أذكر بأن حصلت 3 عمليات تطهير عرقي سابقة ما أشرناش لها ممكن. التحريض العرقي الأول من 33 إلى 59 نجم عنا حرب أهلية وهي حرب تطهير عرقية قامت بها الأكثرية الهوتية ضد التوتسي، وفر قتل من قتل وفر 2 مليون توتسي من رواندا إلى الدول المجاورة خاصة إلى أوغندا، وهذا حتى وأصبح الجيل الثاني متاعهم يتكلم اللغة الإنجليزية هناك في رواندا. هذا بالنسبة لعملية التطهير الثانية صارت في 73 يعني على إثرها قام انقلاب هابيريمانا، يعني صار اضطرابات في قبل بشهرين أو 3، وحتى هي ماتوا فيها آلاف ونزح آلاف عشرات الآلاف، ثم جاءت الحرب الأهلية اللي هي بدت من حوالي سنة 90، وهذه كانت بتحضير مسبق كما قال الأستاذ محمد، تحضير بعسكري عمل ميليشيات عسكرية اللي هي الانتراخام وتحريض إعلامي اللي هي الإذاعات المتطرفة والصحف. في صحيفة اسمها كانغورا
صحيفة كانغورا هذه ظهرت من 90 إلى 94، هذه تعتبر محرض رئيسي إلى جانب إذاعة الألف هضبة، محرض رئيسي. وهذه الصحيفة تحرض تحريض كبير، وكل يوم تشحن في الهوتو على التوتسي. فكانت نتيجة كل هذا ما حصل في من طيب بعد، لكن بعدها حدثت نوع من التوافق. نعم. ومحاولة توقيع اتفاقية. نعم. سلام. طبعا لماذا أنا ذكرت العمليات التطهير العرقي السابقة؟ هذه نتج عنها أن العقلاء فهموا أن هناك نذر تكرار الأسوأ، يعني هناك ستحصل مع عمليات تطهير عرقية بعد هذا التحريض كما حصل سابقا. نعم. وممكن الأسوأ. نعم. فاجتمعوا عقلاء الهوتو والتوتسي وصارت حوارات كثيرة، واتفقوا على الجلوس على مائدة الحوار في، وهناك فعلا جلسوا في أروشا في تنزانيا. عدة جلسات، وختمت باتفاقية أروشا المشهورة. نعم. وصدق عليها حتى المجتمع الدولي في أغسطس 93. طيب هذه الاتفاقية لما صارت وتم التوقيع عليه التوقيع النهائي وبموافقة رئيس رواندا من الهوت، وهو من الهوت وهو من نفس الحزب المتطرف هذا اللي هو هابيريمانا. هابيريمانا. نعم. ساعدني في هابيريمانا. هابيريمانا نطق رواندي يعني. رئيس الجمهورية في الدول هذه عندما يتولى يستقيل من كل مناصبة ما يعتبرش لا ولو، ولكن هو كان منتمي مهما كان ينتمي، يقول لك أنا يمثل كل رواندي. لا ولو ولو. نعم. لكن علموما هو وقع، ومع ذلك أثناء رجوعه من بهذه الطائرة نريد نصل إلى حالة المجازر. نعم. لأن الوقت صريحة الوقت يضيق علينا. نعم. فإذا هو أثناء رجوعه تم تفجير هذه الطائرة. نعم هذا صحيح، من استكمال لما قال الأستاذ عبد الرحمن أن الاتفاقية وقعت بالأحرف الأولى عام 93. نعم. ثم في 94 تم توقيعها بالشكل النهائي بحضور مجموعة من الرؤساء وزعماء. هذه الاتفاقية لم يكن الطرف أو المتشددين من الهوتو موافقين عليها، حتى أن أحدهم نعت الرئيس، قال لو أن الرئيس وافق عليها لا يصلح أن يكون رئيسا لرواندا، بل لا يصلح أن يكون من الهوتو بهذه اللفظة. وبالتالي اضطر هابيريمانا إلى التصريح بأن هذه الاتفاقية لا تساوي عنده مجرد قصاصة ورق، بمعنى أنه تنصل منها، يريد أن يرضي هؤلاء. نأتي إلى نقطة أخرى، أن إذاعة الألف تلة أو الألف هضبة كانت خلال أيام 4 و5 تردد للناس، تقول لهم خلال هذه الأيام القادمة سيحدث شيئا حسنا، سيحدث شيئا مهما، ستحدث واقعة مهمة. وكما قال بعض الأشخاص الذين يعني في ذلك الوقت، تلاحظ أن اللغة لغة تفاؤل ولغة استبشار وليست لغة كذا. وبالتالي عندما رجع الرئيس يوم 6/4 مساء حوالي الساعة 8، وخلال أثناء هبوط الطائرة، أثناء يعني قبل أن تهبط، أثناء مراحل الهبوط، ضربت الطائرة بصاروخ ووقعت. من كان معه كان معه مجموعة منهم، خاصة مساعده الأيمن سيجتوا ورئيس بوروندي في ذلك الوقت أيضا كان معه، وآخرون يعني، ولكن هذه هي الشخصيات. وقد حلل بعض الأشخاص في ذلك الوقت، قالوا أن الطائرة عندما ضربت كان يفترض أنها تضرب وهي في المسافة العليا أو الارتفاع، لكن هناك قالوا ربما الجهة التي ضربتهم، يتهمون المتشددين أنهم لا يمتلكون التقنية ولا السلاح لضربها، هذا ناحية، ولكن هناك رأي آخر يقول أن ضربها وهي يعني قريبة للهبوط يضمن وجود الطائرة وحطامها ومحتوياتها في هذا. فالمهم الخلاصة أنها ضربت وانتهى الأمر يعني، وكان وفتحت صفحة يوم 6/4 ضربت، وفي اليوم التالي الموافق 7/4 مع بدايات الصباح بدأت عملية التطهير العرقي. وكما أشار الأستاذ عبد الرحمن، كان الأمر يعني مرتبا ترتيبا دقيقا، لأنه قد تبين أن كافة الأحياء مكلفة بها فرق معينة. نعم. وتم قفلها، قفل البواباتها كما. نعم. يقولون الخروج والدخول، وهناك قوائم تخص
المعتدلين من الهوتو فضلا عن التوتسي سواء كان معتدلا او غير معتدلا. استاذ عبد الرحمن، كيف بدات هذه المجازر؟ بعد صباح يوم التالي الذي سقطت فيه الطائره بدات الامر يعني كان مجهز لك. نعم، حوالي الساعه الثامنه ليلا سمعنا يعني صوت صواريخ، هو بيقولوا سام 7-2 طلقتين سام 7. كنت في المركز الاسلامي؟ لا، انا كنت في قريب من المطار، كنت في الفندق. نعم، في فندق قريب من المطار. فسمعنا الرجتين هذين، ظننا ان قنابل انفجرت ولا حاجه، ولكن بعدين جانا واحد موظف المطار قال ارجعوا لبيوتكم، راى الوضع متدهور. فرجعنا بسرعه، احنا لك مسافه حوالي 10 كيلو، لقينا بوابات بسيطه يعني مقعده. في الصباح عند صلاه الفجر واحنا ماشيين للمسجد علمنا ان الاحياء كلها اغلقت، وبدات قوائم يعني لهذه الميليشيا وزعت قوائم على فروعها وبدأ التطهير العرقي. تصور حسب ما سمعنا فيما بعد أنهم بدأوا بمعتدلي الهوتو. ده الشخصيات الكبيرة المعتدلة الهوتو التي مؤيدة لاتفاق أروشا ومؤيدة للسلام والحوار، ذهبوا وقتلوهم منهم وزراء ومستشارين وشخصيات كبرى وضباط كبار. طيب قتلوهم. نقف عند هذه النقطة حتى بعد ذلك استأذنكم فقط لفاصل قصير، ثم نعود أيها الأخوة المشاهدون فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة تناصح المسموعة، منبر لكل نصح. نزف إلى مشاهدينا ومستمعينا الكرام انطلاق إذاعة التناصح المسموعة بحلة جديدة وباقة ممتعة من البرامج المباشرة والمسجلة الاجتماعية منها والثقافية والتربوية، والتي نسعى من خلالها لطرح ومعالجة أبرز القضايا التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع. ويمكنكم متابعتنا على الترددات الآتية: إذاعة التناصح المسموعة المنطقة الغربية عبر الأثير 102.1 FM، إذاعة التناصح المسموعة مدينة زليط والخمس ومسلهت عبر الأثير 89.3 FM. كما يمكنكم المشاركة في البرامج المباشرة على الرقم 021-334-7405. إذاعة التناصح المسموعة، منبر لكل ناصح. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah tv أو على twitter.com/tanasah tv، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح TV. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. الآن أستاذ محمد، بدأت هذه المجازر ببوابات كما يذكر الأستاذ عبد الرحمن وقوائم، يعني ليس الأمر كأنه منظم، ف يعني ما هي تفاصيل هذه الأحداث؟ تقصد المجازر كيف بدأت وإلى أين انتهت؟ طبعا نحن وصلنا إلى مرحلة أن هذه المجازر لم تبدأ كما يقال بين عشية وضحاها، بل أن هناك إعداد كبير، ودليل ذلك ما أفاد به الأستاذ عبد الرحمن أن هناك قوائم تضم المعتدلين من الهوتو فضلا عن المستهدفين من التوتسي، وكل التوتسي مستهدفين كبارا أو صغارا. إذن أن هناك عمل مؤسساتي قام بهذا الأمر، وبالتالي اعتبار كبارا وصغارا التوتسي كبارا أطفالا وشيبا وكل المستهدفين جميع. نعم كلهم
كلهم مستهدفين نهائيا. قتلوا كثير من الأطفال الذين كانوا في حضن أمهاتهم. طبعا لعلك تعلم بأن السادة الأفارقة الناس الأفارقة كما كان عندنا قديما الطفل تضعه أمه خلفها برباط يعني على الظهر يعني. فأقصد كان من المستهدفون من التوتسي كلهم. فهو ليس استهداف شخص بل هو استهداف انتماء كما يقال إن صح التعبير. رغم أنني على الصعيد الشخصي أنا لست مع تفصيل الرواندين إلى أعراق لأنهم ليسوا أعراق وهذا موضوع آخر ليس ليس مجالنا يعني. اللي حدث نقول أن مسألة التطهير بدأت رسميا اعتبارا من يوم 7/4 من خلال كما أشار أستاذ عبد الرحمن من خلال البوابات التي أقيمت على مداخل ومخارج الأحياء وبدأ في بدأت التصفية بالمعتدلين الهوتو وبعد ذلك انتشرت في كافة البلاد بكافة وسائل الأسلحة وأغلبها الأسلحة البيضاء. وطبعا يقول بعض المعاصرين أن استعمال الأسلحة البيضاء لها عدة أسباب منها أنها لا تعلن عن نفسها ليست كالسلاح الناري الذي يعلن عن نفسه نعم يعني حتى المزرعة بالضبط تتم بهدوء زيد على ذلك أن أقل تكلفة السلاح الأبيض أقل تكلفة يعني صحيح. السكين يمكن يقتل 2000 ليس مثل السلاح المسألة الثالثة أن السلاح الناري يحتاج إلى تدريب وقد لا يوفق كثير من الناس وبالتالي الصحف التحريضية يعني قبل بدء المجزرة بيومين صحيفة كنغورا جاءت بصور للأدوات الزراعية المسحات وكذا إلى آخره إشارة وتقول بل قالت أنه ليس لهناك ليس لشخص أبدا عذرا في أنه لا يجد أداة للقتل. نحن نقتل التعبان بالعصا والعصا نفسها كافية لقتل الإنسان ونحن نعلم أن التوتسي يساوي تعبان وبالتالي لا حجة لأحد بأنه ليس له سلاح أو أنه لا يستطيع أن يستعمل السلاح بعدم خبرته. فأقصد لذلك انتشر استعمال السلاح الأبيض مع وجود السلاح الناري قدر الإمكان. طيب أستاذ عبد الرحمن أنتم كنت في المدرسة اللي هي مدرسة تابع المركز الإسلامي في داخل المركز داخل المركز وهذه المركز الإسلامي في العاصمة في العاصمة لا شك كان عندكم هوتو توتسي كيف كان التعامل ماذا حدث لهم هؤلاء عندما صارت المذبحة يعني ما كل بالذات اللي المنطويين تحت الميليشيا غابوا على طول غابوا ما حضروش على طول يعني لأنهم هم أنفسهم منتظمين في ميليشيا خطيرة جدا حتى عليهم يعني إن لم ينفذ سينفذ فيه يعني حتى في يعني قريت بعد شهادات تخلصوا من رئيسهم بالضبط بعد شهادات الناس من الانترهام واللي هي الميليشيا هذه يسألوا فيهم يقول لماذا قتلت ولا عفا يقول إن لم أقتل فستقتلني الميليشيا نفسها فمجبر حتى واحد اعترف بأنه هو قتل في اليوم الأول 14 وبعدين قتل في اليوم الثاني 4 وهكذا كان مجبرين منتظمين في عمل لغابوا لكن البقيه الضحايا اللي هم التوتسي كيف هل كانوا مثلا اعتصموا في المدرسه عندكم ماذا فعلوا؟ لا 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 هي العمليات كانت تجري بالنسبه لنا احنا قفلنا المركز في ذلك اليوم من الصباح قفلنا بوابه المركز ورغم هذا تسللوا لينا من قفزوا من الأسلاك الشائكة والأسوار قفزوا لينا حوالي في الأول عدد قليل 4-5 بدأوا يتزايدوا توتسي هاربين من الموت وأكثرهم يعني نساء أكثرهم نساء فأول ما جونا احنا كنا يعني 3 أشخاص ليبيين والنائب مدير المركز والطبيب والمدير المدرسة اللي هو أنا فعندما وجدنا نفسنا أمام حالة فطلبنا منهم الخروج الناس اللي تسللوا فكانوا يرتعشون ويقولوا لنا أنتم إحنا لو نخرج اقتلونا فاقتلونا أنتم أفضل اقتلونا
موقف محرج ما عادش عرفنا. اخر حاجه تفكرنا فيها وقلنا نصحنا الحارس مع النهوت وراهم قال لنا اخفوهم لان لو غيروكم انتم يعني ينالكم يعني خطر عظيم. نعم. ففي عندنا مخزن كتب حطيناهم فيه حطيناهم في مخزن الكتب. يبدو ان من خلال الاشجار لان الرونديين يعني استوائيين يستعملوا في الاشجار كثير. عن خلال الاشجار شافوا ان احنا ان اخفينا ناس. فزاد العدد زاد العدد زاد العدد مع مرور 5-6 ايام اصبح العدد 241. هل اختبوا عندكم؟ اختبوا عندهم في نساء حوامل في كذا. اصبحت عند تواجه مشكله خطيره بقول وهي كيف نوكلهم ونشربهم والحاجات زي دي. فما عندناش اصلا تموين يسد حتى لي. فالدكتور باختصار الدكتور قال يعني حرقوا لهم سكر وميه واعطوهم سكر وميه واعطوهم. قعدنا نعطوهم في سكر وميه نمشي لهم علينا نعطي فيهم سكر وميه بسطل كذا. وبعدين اصبحت حالات تعفن في الجروح في بعض منهم ضربوا وهربوا وصل الحال متدهور نساء بتوضع في محصورين في مكان مظلم. فاحنا يعني اتصلنا بالامم المتحده ما ردتش علينا اتصلنا بالسفاره الحقيقه السفير جانا بعدين وطلعنا طلعكم انتم طلعنا احنا المسؤول عليكم النبيين كنبيين وطلعكم في نفس بعد ساعه من طلوعنا بعدين اخبرونا الرونديين جو هذاكم وكانوا يهددوا في المركز سأعود اليه النقطه هذه. لكن استاذ محمد هناك ايضا حالات اخرى يعني الان هذه الحاله مثلا التجوا الى هذه المركز هناك من مثل المراه عجوز التي اخفت عندها بعض التوتسي هذه حاله اسلاميه المركز وحاله العجوز التي سنتكلم عنها حاله اسلاميه فاسمح لي فيما بعد ذلك ان احدثك عن حاله مسيحيه اما الحاله الاسلاميه فتلكم العجوز اسمها زهره اي اقصد زهر يعنون زهره مرأة معمرة أكثر من 80 سنة في منطقة ريفية بعيدة استطاعت أو أتاحت الفرصة لمئة شخص نساء ورجال وأطفال أخفتهم عن عيون يعني المتشددين أو القتلة وبدأت ورغم أنها هي من الهوتو من حيث التفصيل إذا أردنا تفصيل أخفتهم عن عيون أولئك وبدأت تحاول قدر الإمكان اعتنت بهم وأطعمتهم خلال تلك الفترة دون أن ينتبهوا إليها. هذه حالة نأتي للحالة المسيحية بعد ذلك كرموها عندها طبعا بعد ذلك كرمها الرئيس وأعطاها وسام الشجاعة بحكم فعلا كانت شجاعة لأنه لو تم الانتباه إليها لتم الفتك بها قبل غيرها. هذه حالة نأتي للحالة الأخرى حتى نربط موضوع الكنيسة قد يعتقد بعض السادة المشاهدين أننا نتكلم عن كنيسة لكونها كنيسة أبدا هذا ليس كذا ولكنه رصد للأحداث. الكنيسة لا يحضرني اسمها لعلك تذكر اسمها أستاذ عبد الرحمن نسيته هذه كنيسة نياماتا كنيسة نياماتا بارك الله فيك. هذه الكنيسة أوحى قساوستها إلى بعض وسائل الإعلام ومنها إذاعة الألف تلة على أساس أنهم يشيرون إلى يعني إلى أن الكنائس توفر أماكن آمنة وهذا يعتبر مخالفة وكذا إلى آخره. طبعا رسالة مقصود بها عكسية فأصبح الناس يلتجئون إلى الكنائس وهذه كنيسة كبيرة التجأ لها أكثر من 10,000 شخص والقسيس لعل الرقم يمكن خادرين ولكن المهم أن القسيس يظهر لهم هذه الإظهار يظهر لهم اهتمامه بسلامتهم إلى آخره وأخذ قوائم بأسماء العائلات قال لأننا نريد أن نعطيكم بعض المساعدات فأخذ قوائم بأسمائها ثم اختفى وإذا به قد سلم القوائم للقتلة وجاءوا وقتلوا كل الموجودين دون استثناء وما زال إلى يومنا هذا موجود في هذه الكنيسة 5,000 جمجمة. أنا فهمت في بداية كلامك أنك تريد تذكر موقف لهذه الكنيسة نعم كيف أنها أيضا فعلت ما فعلت العجوز لكن لا أبدا هي عكس تماما بالعكس لأن العجوز والمركز ما أظهره هو حقيقته هو الحقيقة فالمركز حاول قدر الإمكان تقديم المساعدة ودليل ذلك أنه حاول بفق الإمكانية ولكن هذا العجوز حاول وهذا ديد الكنيسة منذ
33 بل منذ 23. أنا لا أتحدث بهذه الصورة وأقصد الطعن في في المسيحية أبدا، يعني نحن مأمورون وفق الإسلام أن نحترم كافة الأديان، لكم دينكم ولي دين، ولكن فقط باعتبار مسائل واقعية حدثت لابد أن نذكرها. وبالمناسبة الكنيسة التي قامت بمثل هذه الأعمال هي كنيسة الكاثوليكية. الكنيسة الكاثوليكية نحن نعلم بأنها تسود في فرنسا وبلجيكا وغيرها من طيب الدول. أستاذ عبد الرحمن، الآن هذه المجازر حدثت في ظل يعني كانت هناك قوات دولية، القوات الفرنسية، كانت هناك اتفاقية بين فرنسا وبين هذا الرئيس الذي مات في الطائرة. كانت هناك، ما دور القوات الفرنسية في هذا؟ الحقيقة القوات الفرنسية موجودة في ممثلة في جهتين في رواندا من سنة 90 لسنة 93، هذه فترة الحرب الأهلية ما قبل الإبادة الجماعية. هذه الفترة الدولة الرواندية طلبت مساعدة القوات فرنسا، وعملت اتفاقية عسكرية وجدت قوات فرنسية منها الفوج الفرنسي يسموا فيه فوج المظلين الفرنسي، هذا معاون ل هذا مقره في افريقيا الوسطى. لا لا ايه مقره في، لكن معاون للحرس الرئاسي لصيق بالحرس الرئاسي، يعني نفس معسكر الحرس الرئاسي. عندما هذا تمثيل، تمثيل اخر في القوات الامميه عندما عملت منطقه عازله في الشمال ما بين قوات الجبهة التي دخلت تمثل التوتسي، ايه دخلت الحدود، وبين القوات النظامية، فعملوا بينهم منطقة عازلة 15 كيلو متر وتحت مراقبة قوات أممية كانت من ضمنها القوات الفرنسية. يعني القوات الفرنسية لصيقة بالدولة الرواندية اللي هي الدولة الهوتية. وهناك شهود عيان كثيرين يقولوا أن في بعض البوابات كان جنود الفرنسيين موجودون وقت البوابات فيها ميليشيا تقتل، بل بعض التقارير تقول بأن قرية من القرى قتل فيها 50,000 وكان في من هذه القرية تحت نظر ومرأة ومسمع. نعم القوات هذه عندما فرت القوات انهزمت القوات الرواندية واتجهت نحو زئير لحقها الهوتو، فعندما لحقها الهوتو عملت منطقة عازلة. هناك في المنطقة المناطق العازلة كانت فيه موجودة أقلية توتسية فتم الاعتداء عليها وهي تحت مسؤولية القوات الفرنسية، لكن المحكمة الدولية لم تدين القوات الفرنسية. نعم طيب هذه طبعا الان رسميا يعني. نعم مع ذلك مع وجود شهود العيان في مشاركه هذه القوة، بس في اشاره بسيطه المحكمه الدوليه رسميا اشارت الى في التهمه العامه اشارت الى سياسيين وشرطه وكهنه ثلاثه، يعني نوع المتهمين ثلاثه انواع كهنه وشرطه وسياسيين. طيب هذا لكن بخلاف القوات الفرنسية نفسها، قوات المظليين الفرنسية كان لها دور فعال في هذه الأحداث، وكان للقوات الفرنسية تدعم في هذه الميليشيات وتقوم بتدريب القوات هذه القوات، بالتالي كان لها دور مباشر في هذه الأحداث. يعني ما رأيك الآن في هذه في يعني لو هل ما دور الدعم الخارجي في بالنسبة لي أحداث هذه المجازر؟ أولا قبل هذه استأذنك في نقطة فقط. نعم. أن هذه المنطقة التي ذكرها الأستاذ عبد الرحمن فيها مدرسة، وهي التي تواجد فيها هؤلاء المحتمون الهاربون، وتم تنفيذ القتل فيهم تحت بالرغم من وجودهم تحت حماية الجنود الفرنسيين. يعني أخذوا 1200 جثة وردموها وأقاموا عليها ملعب للكرة الطائرة. نعم. حتى يتم إخفاء أثر الجريمة. نعود إلى موضوع قلت ماذا قلت الأجنبي، الدعم الخارجي، الدعم الخارجي في هذه الأحداث، يعني ما هو دور الدعم الخارجي وخاصة مثل القوات الفرنسية؟ الدعم الخارجي هو بداية المشكلة كما قلنا منذ عام 23 ثم 33
ثم عام 73 ثم عام 90. وطالما الأمر كذلك خلال هذه الفترة فلا شك أن الدعم الخارجي بصور عديدة سواء علمناها أم لم نعلمها، اكتشفناها أم لم نكتشفها، لا شك أن الدعم الخارجي هو الأساس في إيجاد المشكلة، وهو كما يقولون في مسرح العرائس خلف الستار في تحريك هذه طيب المشكلة. أستاذ فاقد معي الأستاذ محفوظ هدية. أستاذ محفوظ هدية لعلي أختم بأستاذ محفوظ هدية. أستاذ محفوظ هدية مدير المركز الإسلامي الحالي في رواندا. نعم. السلام عليكم، مرحبا بك أستاذ محفوظ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محفوظ، بعد هذه المآسي والأحداث التي حدثت في رواندا وهذه المجازر والتي لا شك أنها حدث شرخ اجتماعي كبير، نريد تعطينا باختصار في دقيقتين يعني الوضع الحالي لرواندا. تحية لك أخي فاضل والإخوة الضيوف والإخوة المستمعين. برنامج المصالحة في رواندا يعتبر برنامج ناجح جدا، عشنا حقيقة من 96 هناك. نعم. إلى هذه اللحظة غبت علينا فترة لكن رجعنا. فبرنامج حقيقة يعني الناس عايش الحرب يعني وعارفوا مساويها وما فيها، والإخوة تيجي شرحوا هذا الكلام. ففي برنامج في الإعلام مهم جدا، في برنامج هذا في المنهج المدرسي. حضارات أسمى خاصة في أثناء مناسبة هذه الأحداث في أبريل 7 أبريل أسبوع بعد هذا العمل للساعة 12 كل محاضرات عامة في كل الأماكن الإجبارية يحضرها كل الناس طبعا نبذ العنف ونشر سياسة التحرش. نعم. وكان له كبير جدا. طيب مع بعض التمييز الديني ولا شيء. والوضع يعني رواندا رواندا كلهم رونديون هكذا يقولون يعني يجمعهم الوطن. يعني هل توفر الحماية للجميع يعني؟ لا خلاص ما فيش حد ولا تار واحد، أنا ما حقيقة ما رأيت ولا حالة تار واحد يعني، وكلهم تعايشوا سلميا وما فيش أي سلبيات. لكن في ملاحظة، هناك من يقول أن انتقل الحال بعد انتصار التوتسي وتصدرهم في الحكم، صار هناك تغيير حتى في التعليم للغة الإنجليزية بدل اللغة الفرنسية اللي كانت التي كانت منتشرة. أخيرا أخيرا من 5 سنوات حقيقة فقط هذه تغيير اللغة، واللغة الإنجليزية أصبحت ناطقة بالإنجليزية أيضا تعليم هل لغة التعريف بالإنجليزي الآن ما أعتقدش لها علاقة كبيرة يعني. برأيك أن الدولة الرواندية انتقلت من معسكر الفرانكفوني إلى المعسكر السكسوني؟ إلى حد يعني طيب نشكرك أستاذ محفوظ. فرنسا رجعت الآن ولكن ليس بقوتها السابقة. نعم نشكرك أستاذ محفوظ هذه على هذه المشاركة. لم يبقى لنا الآن من الوقت، لعل أستاذك مخرج بس دقيقة للأستاذ فقط. يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل سنة يوم 4/7 يتم إضاءة الشموع لمدة 100 يوم، وهي مدة كذا، وآخر ذكرى كانت ذكرى 22. قال رئيس رواندا في يوم شهر 7 الماضي. قال رئيس رواندا بول كاغامي طبعا مشيرا الى فرنسا، قال قد تعتقد هناك بعض الدول تمتلك من القوة وتعتقد بانها تستطيع ان تغير الوقائع، انها وان اعتقدت ذلك لن تستطيع. حضر هذا الاحتفال مجموعة من زعماء العالم وغابت عنها فرنسا، وفرنسا كلفت سفيرة بتمثيلها، فالحكومة الفرنسية سحبت الاعتماد من السفير حتى لا يستطيع الحضور. نعم بارك الله فيك. أنا طبعا أريد أن أصوب فقط الاسم محمد البربار. بارك الله فيك أستاذ محمد عقيل البربار. نعم. عضو المنتدى عضو مؤسس لمنتدى اللغة العربية بزليطن، وكذلك الأستاذ عبد الرحمن والي مدير مدرسة المركز الإسلامي برواندا سابقا. كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.